إسرائيل بدأت بالتحضير لضرب جماعة الحوثي من جديد، وذلك ردا على هجوم هو الأول والأخطر من نوعه من قبل الحوثيين تجاه وسط إسرائيل صباح هذا اليوم. تفاصيل هذا الأمر نشرت من قبل العديد من الوكالات المهمة مثل رويترز، أسوشيتد بريس، وكذلك CNN الأمريكية، والذي جرى بأن في الساعة 6:21 من صباح هذا اليوم بتوقيت اليمن وإسرائيل، فجأة صافرات الإنذار انطلقت في جميع هذه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية وسط إسرائيل باتجاه تل أبيب. بعض هذه المستوطنات انطلقت فيها صافرات الإنذار للمرة الأولى على الإطلاق. مليوني شخص توجهوا للملاجئ مع هذه الصافرات للإنذار، وفجأة المنظومات الدفاعية الرئيسية الموجودة في إسرائيل مثل منظومة السهم ومقلاع داود وكذلك القبة الحديدية أطلقت العديد من الصواريخ من أجل التصدي لصاروخ هايبرسونيك. فرد صوت واحد انطلق من قبل الحوثيين من مناطق سيطرتهم مباشرة على إسرائيل، وهذا الصاروخ كان قد تعدى بسهولة كبيرة للغاية فرقاطة فرنسية ومدمرتين أمريكيتين، وكذلك تعدى أيضا مدمرات ساعر الإسرائيلية المتقدمة منها الموجودة من أجل حماية إسرائيل. في حالة مثل هذه الصواريخ والطائرات المسيرة تعدت المدمرات الأمريكية وغيرها الموجودة في البحر الأحمر، ووصل في نهاية المطاف هذا الصاروخ والذي تعدى مداه 2000 كيلومتر وبشكل أدق 2040 كيلومترا خلال 11.5 دقيقة فقط قطع هذه المسافة ليصل إلى هدفه. وكانت هنالك لقطات من طبيعة هذا التصدي لهذه المنظومات الدفاعية بهذه الطريقة، كذلك كانت هنالك أضرار أيضا بهذا الشكل لإحدى محطات القطار الموجودة في إسرائيل، وكذلك أيضا كانت هنالك نيران تشتعل في مساحات مفتوحة كما نلاحظ هنا، وكانت هنالك صور أيضا من طبيعة هذه المنطقة المفتوحة وما سقط باتجاهها كما نلاحظ هنالك العديد من التفاصيل. قد يبدو الصاروخ الخاص بجماعة الحوثي قد سقط في هذه المساحة، لكن هنالك الكثير من التفاصيل والتقييمات وتضارب الأنباء حول ما جرى، وهذه بعض الأضرار التي كانت قد طالت محطة القطار الموجودة في إسرائيل. بشكل أدق إذا ما حاولنا أن نفهم ما الذي جرى، كيف اخترق هذا الصاروخ اليمني هذه المنطقة بأكملها، هنا نتجه باتجاه تل أبيب. هنا تل أبيب كما تلاحظون، ودعونا نتوقف عند هذه النقطة، وسنلاحظ هنا بأننا أمام مناطق مهمة مثل هذه المنطقة يطلقون عليها مودعين، وكذلك هنا لود، وهذه هي تل أبيب كما تحدثنا. والذي جرى أن الصاروخ كان قد جاء ووصل باتجاه هذه المنطقة دون أي مشاكل نهائية، وبدأت المنظومات الدفاعية التي ذكرناها مثل منظومات السهم ومقلاع داود وكذلك القبة الحديدية أطلقوا أكثر من 20 صاروخا تجاه هذا الصاروخ. بحسب التقييمات الإسرائيلية أكدت إسرائيل واعترفت بأن لم تتمكن من ضرب أو التصدي لهذا الصاروخ نهائيا، لكنهم في نفس الوقت قالوا أن هذا الصاروخ تفكك في الجو في هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي بالنسبة للشظايا لهذا الصاروخ وشظايا أيضا صواريخ المنظومات الدفاعية التي لم تتمكن من صد هذا الصاروخ السريع للغاية هي التي أدت في نهاية المطاف إلى سقوط هذه الشظايا باتجاه محطة القطار تقريبا الموجودة باتجاه مودعين، وكذلك سقطت باتجاه هذه الغابة القريبة من لود وكذلك القريبة أيضا من مودعين هنا في هذه النقطة تحديدا. بالنسبة لجماعة الحوثي وتحديدا العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي كان قد ذكر بأن هذا الصاروخ سقط في نقطة عسكرية هامة في تل أبيب تحديدا، لكن حتى هذه اللحظة لا تأكيدات إسرائيلية، لا صور تؤكد هذه المسألة، لم يحدد العميد يحيى سريع بالضبط أين سقطت، ولا حتى هنالك صور محدثة من الأقمار الصناعية تؤكد الذي جرى. الواضح بالدليل القاطع أن الانفجارات كانت قد جاءت في هذه المنطقة التي رأيناها تحديدا، ولكن في نفس الوقت لا بد من الانتباه أن هذا الصاروخ ووصوله لهذه المنطقة يعتبر بحد ذاته إنجاز كبير لهذه التكنولوجيا الصاروخية، حيث أن هذا الصاروخ واضح جدا بأنه كان باتجاه تل أبيب. هذه هي تل أبيب، كان هذا الصاروخ يحاول تحقيق شيء وضربة كبيرة باتجاه تل أبيب. كذلك تلاحظ بأن هذه الغابة والنقطة التي سقط بها هي لا تبعد إلا ما يقارب 6 كيلومتر فقط عن مطار بن غوريون. هذا هو مطار بن غوريون كما تلاحظون، لا بل ما هو أخطر مما جرى في هذا الهجوم
هو المناطق والنقاط التي تعداها هذا الصاروخ هي ليست بالنقاط العادية أبدا، بل هي تعتبر من نقاط الضعف لدى إسرائيل. نتحدث هنا عن نقطة مهمة للغاية، ألا وهي مفاعل ديمونة. هذا هو مفاعل ديمونة، وهنا مدينة ديمونة. وكذلك لا بد من الانتباه أيضا إلى أننا أمام مطار نيفاتم الذي تتواجد فيه طائرات F-35 الشبح. وبالتالي تلاحظ هنا الصاروخ بحسب هذه التفاصيل، فإن هذا الصاروخ تعدى كل هذه المنطقة بأكملها ووصل إلى وسط إسرائيل وانفجر في هذه المنطقة بأكملها وشكل خطرا كبيرا عليها. وبالتالي كل ما هو موجود من منظومات دفاعية حتى باتجاه مفاعل ديمونة أو مدينة ديمونة أو المطار العسكري مطار نيفاتم لن تتمكن من التصدي لهذا الصاروخ. وهذه رسالة كبيرة من قبل جماعة الحوثي بأن هذا الصاروخ وأن اليمن وجماعة الحوثي قادرين على ضرب مفاعل ديمونة الذي يعتبر خاصرة الرخوة ومن الخواصر الرخوة لدى إسرائيل، وكذلك قادرين على ضرب طائرات F-35 والمطار العسكري الموجود هنا. وهذه هي نفس الرسالة التي حققتها إيران في هجومها في شهر أبريل تحديدا، عندما أطلقوا العديد من الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي وتمكنوا من الوصول في نهاية المطاف إلى قاعدة نيفاتم، وهو الذي أعطى رسالة كبيرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأن إيران قادرة في نهاية المطاف من الوصول إلى أهدافها، والوصول إلى من؟ إلى مفاعل ديمونة إذا ما أرادوا ذلك. وهذه مسألة تعتبر خطيرة للغاية على الجانب الإسرائيلي بكل تأكيد. وهذه القضية تحديدا التي نتحدث عنها هي خطيرة للغاية، لأن هنالك أمور أبعد من طبيعة الهجوم الذي جرى من قبل جماعة الحوثي. فالصواريخ وصواريخ الفرد صوت الهايبر التي تحدثت عنها جماعة الحوثي والواضح بأنها استخدمت في هذا الهجوم، إيران امتلكتها في السنتين الماضيتين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وظهرت لديهم فتاح وبعدها نسخة أخرى متطورة وهي فتاح 2 من هذه الصواريخ السريعة والدقيقة والخطيرة للغاية. بعد ذلك في شهر مارس من هذا العام تحدثت سبوتنيك والأسوشيتد بريس وغيرها من المصادر بأن جماعة الحوثي قامت بأول تجربة لأول صاروخ هايبرسونيك، وأصبحت هذه الصواريخ بحوزتهم. البنتاغون كان قد نفى هذه المسألة، لكن الواضح مما نراه اليوم بأن هذه الصواريخ فعلا أصبحت حاضرة وبحوزة جماعة الحوثي. والخطر في هذه القضية هو أن الإيرانيين، والواضح بأن إيران التي لم تنتقم حتى هذه اللحظة لإسماعيل هنية هي التي نقلت هذا الصاروخ لجماعة الحوثي، ويبدو بأنها جربت هذه الصواريخ لكن عن طريق جماعة الحوثي لمهاجمة إسرائيل لترى ما الذي سيحدث. وحدث ما حدث، تعدى هذا الصاروخ ليس فقط المنظومات الدفاعية الإسرائيلية بل المنظومات الدفاعية الأمريكية وكل القدرات الموجودة في هذه المنطقة. بالتالي هنا إيران وكأنها تجرب هذه الصواريخ، تطور من قدراتها بالاستفادة من إمكانيات روسيا أيضا في نفس الوقت، والتقارب كذلك مع كوريا الشمالية الذي قد يظهر بشكل كبير على الجانب الإيراني، لتعطي رسالة إيران هنا بأن صاروخا واحدا قام بما قام به صباح هذا اليوم، فما بالك لو انطلقت عشرات الصواريخ من إيران مباشرة باتجاه إسرائيل. الأمر سيكون مختلفا عن عملية الوعد الصادق، وهو الذي سيهدد العمق الإسرائيلي بشكل هائل. ولا بد من الانتباه أن جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة لم تعتبر بأن هذا انتقام كامل من إسرائيل من الضربة التي طالت الحديدة في شهر يوليو الماضي، لا أبدا، بل أن المسؤولين والحسابات الخاصة لجماعة الحوثي توعدوا إسرائيل بالمزيد من المفاجآت. وكذلك أيضا كانت هنالك من منشورات بهذا الشكل على الطريقة الإسرائيلية، رأينا كثير من هذه المنشورات من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ها هم نشروا هذا المنشور بهذا الشكل، جماعة الحوثي أونلاين طبعا على الإنترنت، ووجهوا رسالة إلى كل السكان المدنيين الإسرائيليين الموجودين في تل أبيب بأن عليهم مغادرة تل أبيب لأنها هدف، وهدف حيوي وعسكري بعد هذا الاستهداف الذي رأيناه اليوم. وهذه طبعا تشكل مشكلة على الجانب الإسرائيلي. لماذا؟ لأن هنالك 120 ألفا من المدنيين الإسرائيليين، من هم متواجدين في الجنوب ومن هم متواجدين في الشمال، أصبحوا الآن نازحين
من مدنهم وبلداتهم ومستوطناتهم بعد 7 أكتوبر، بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر وبعد التصعيد من قبل حزب الله اللبناني كذلك أيضا في 8 أكتوبر. تغيرت المعادلات وغادروا هؤلاء المدنيين إلى العديد من الفنادق، وكذلك البعض منهم أساسا غادر إسرائيل بأكملها وذهب مباشرة إلى أين؟ إلى قبرص ليسكن في قبرص حتى تنتهي هذه المعركة، والبعض الآخر اتجه لأوروبا. ولكن هذه الصواريخ الآن أن تأتي بهذه الطريقة وأن تنفجر في هذا الموقع في الوسط وأن تحقق كل هذا الضرر، لا بل إن بعض التقارير من القناة 13 العبرية أكدت بأن هنالك جرحى أساسا بين المدنيين الإسرائيليين تحديدا في سقوط الصاروخ في محطة القطار تحديدا. السرعة كانت هائلة حتى لم يكن الوقت كافيا للمدنيين ليتجهوا إلى الملاجئ. هذا سيزيد من فرص أن المدنيين الإسرائيليين في نهاية المطاف قد يغادروا إسرائيل بأكملها مع كل هذه الجبهات، وهذا قد يكون هو الثمن الذي تدفعه إسرائيل. إسرائيل بدون ناس، بدون مدنيين، يعني بدون اقتصاد وبدون وظائف وبدون التزام وبدون ناس، يعني لن تكون هنالك ولن يكون هنالك شيء اسمه إسرائيل دون اضطرار حزب الله أو إيران أو جماعة الحوثي أو غيرهم بالهجوم بريا على إسرائيل. بالتالي هذا يعتبر ثمنا خطيرا للغاية الآن على بنيامين نتنياهو الذي ظهر في نهاية المطاف بهذا الشكل بعد هذا الهجوم ليوجه رسائل نارية لجماعة الحوثي ويحضر لضربة قادمة على الجماعة، وهو ذكر الآتي: كان على الحوثيين أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمنا باهظا عن كل محاولة لضربنا. وكذلك ذكر بما جرى أيضا في شهر يوليو وقال: إذا أراد الحوثيون أن يتذكروا الثمن الباهظ الذي يدفعه أعداؤنا فعليهم زيارة ميناء الحديدة، أي أنه يريد أن يذكرهم بما جرى هنا. وكانت هنالك العديد من الرسائل التي نشرت خلال الشهر الماضي من قبل موقع انتل تايمز العبري بعد إعلان الحوثيين بأنهم سينتقموا لهذه الضربة ولما جرى في الحديدة. نشروا صورا بهذا الشكل وبشكل حصري يوضحون بأن الهدف القادم لإسرائيل للرد على أي هجوم من قبل جماعة الحوثي سيكون ميناء الصليف، وكذلك ميناء رأس عيسى، وكذلك مطار صنعاء الدولي، أي بنى تحتية بحتة ستبحث إسرائيل عن ضربها بهذا الشكل المباشر. وهذا الهجوم من قبل جماعة الحوثي هو يأتي في توقيت مثير للغاية، في توقيت أعلن فيه نتنياهو من خلال اجتماع الخميس الماضي اتخذ قرار بتوسيع العمليات على حزب الله اللبناني، وكانت هنالك منشورات أساسا للمرة الأولى على الإطلاق قد سقطت في الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى هنا باتجاه الخيام إلى جنوب الخيام. طالبوا من المدنيين المتواجدين اللبنانيين هنا في هذه المناطق رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 بأن يذهب المدنيون مباشرة إلى شمال الخيام، لأن هذه المنطقة أصبحت منطقة للعمليات العسكرية. كان هنالك تضاربا للأنباء طبعا من القيادة العليا في إسرائيل ومن القيادة الشمالية حول من تصرف ومن نشر هذه المنشورات. كان هنالك كلاما ولغطا كبيرا ونفي هناك وإثبات هناك، ولكن بالفعل هذا المنشور كان قد سقط، وهذه المنشورات سقطت في هذه المنطقة. وهذا يوضح بالقمر الصناعي إذا ما ألقينا نظرة أن ما تحضر له إسرائيل ممكن أن يحدث في الساعات القادمة حقيقة الأمر أو في الأيام القليلة القادمة، هذه هي بالضبط نفس المنطقة المذكورة والواضحة جدا والتي يسيطر عليها حزب الله اللبناني. الواضح جدا أن إسرائيل هنا تريد وتفكر بعملية التقدم وتخطط أن تتقدم تجاه هذه المنطقة المنبسطة لإبعاد جماعة أو حركة أو حزب الله اللبناني إلى الخلف هنا في الخيام قدر الإمكان، وكذلك أن يحاولوا أيضا التقدم باتجاه هذه المنطقة المرتفعة ويفتح لهم الباب أيضا السيطرة على هذه المنطقة التي تبدو ليست بالوعرة أبدا ومقارنة بالجنوب اللبناني، وهو يفتح لهم الباب أيضا باستغلال هذا التقدم من أجل الضغط على النهر الليطاني، أي أنهم سيكونوا قريبين للغاية من مسافة من 7 إلى 5 كيلومتر للضغط على النهر الليطاني بمسافة بسيطة للغاية، وهو الذي يفتح الباب بشكل كبير للجانب الإسرائيلي للتقدم في الجنوب، لأن حزب الله سيكون منشغلا بأن الخطوط الدفاعية التي يمتلكها على النهر الليطاني أصبحت تحت النار وتحت الضغط. لا بل أن الطائرات الإسرائيلية أساسا بدأت بتوجيه العديد من الضربات باتجاه هذه المنطقة وبشكل مكثف،
وواحدة من النقاط التي ضربت كانت تقريبا تأتي بهذا الاتجاه. دعونا نذهب بالقمر الصناعي، هي ظهرت اليوم صباحا هذا اليوم من ضربات إسرائيلية كبيرة باتجاه المنصات الصاروخية، يحاولون إبعاد المنصات الصاروخية عن الجليل الأعلى لأنه تعرض للكثير من الضرر. نأخذ 180 درجة من هذه البركة على ما يبدو الواضحة أمامنا. الصورة التي كانت واضحة من تصوير الطائرة الإسرائيلية هي هذه البركة وهذا الطريق، ونلاحظ هذا الشكل المميز للطريق وهذه الغابات كما نلاحظ، والنقطة التي استهدفت هي كانت هذه المنطقة التي تتواجد فيها منصات صاروخية. تلاحظ هذه الصورة القادمة من الطائرة الحربية، دعونا نأخذ صورة أوضح لهذه الصورة التي نراها الآن هنا. لاحظ إذا ما قمنا بتشغيل هذا الفيديو الآن وقمنا بتكبير الصورة ستلاحظ هذه هي البركة التي تحدثنا عنها واضحة أمامنا، هذا هو الطريق أيضا وهذا هو الطريق الآخر الذي رأيناه، وهذه هي الغابات، وبالتالي هذه المنطقة بالضبط التي كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي. ولاحظ هنا كيف أن المنطقة اشتعلت ودمرت بهذه الطريقة. كذلك بعض اللقطات أظهرت المنصات الصاروخية والصواريخ كيف أنها تنطلق منها بعد الضربة الإسرائيلية. بالتالي الأمر ليس سهل أبدا، وأن هذه ظروف هي جديدة وكبيرة وصعبة للغاية أيضا على جنوب لبنان. بالتالي الضغط من قبل جماعة الحوثي يبدو مدروسة، مع تقارير بأن هنالك عناصر من جماعة الحوثي أيضا دخلوا عبر الأراضي العراقية إلى سوريا، إلى جنوب سوريا عبر البوكمال، متنكرين بزي الجيش العربي السوري، مما قد يفسر أيضا أن جماعة الحوثي سيظهرون بهجمات كبيرة أيضا باتجاه العمق الإسرائيلي في حالة بدأت إسرائيل بعمليتها جنوب لبنان.